الشيخ صالح فوزان المشندة ذكر هذا للضرورة. أي مثلا تعيش في الجزائر أو في المغرب أو في باكستان لا لا تعيش هناك زعما تعيش هناك وما عندك شغل أخذ كل أسباب وأنت عندك عائلة وما فإذا جاءك فرصة في الشغل في مكان في دولة كافرة يجوز بشروط الإنسان يتعلم دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهر الكفار. نعم هذا الحديث أي ممن لا يستطيع أن يقيم دينه كما ذكر العلماء. أي شخص استطاع أن يقيم دينه يصبح عليه الهجرة مستحبة ليس واجب. لكن إذا لأن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الحديث لابد أن تعرف ما هو السبب. السبب كان في المسلمين يعيشون بين قريش ولا يستطيعون إقامة دينهم. طيب فبعض العلماء قالوا واجب بعض العلماء قالوا إذا استطاع أن يقيم دينه ليس واجب عليه لكن مستحب. أنا أظن هذا حديث واضح ما يحتاجوش العلماء يفسروه. لا لا يعني السبب لأن إيش لكي تفهم الحديث مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هل الرسول كان يتكلم على الآيفون؟ لا. فالعلماء يقول لك الرسول سمعني كان يتكلم هذا العلماء. نعم هذا العلماء قال هذا حديث آخر يا أخي. لا لا حبيبي لا لابد لا لابد تفهم السبب. ما هو السبب لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فهمت أخي؟ فلأجل ذلك من فقه الحديث لابد تعرف سبب الحديث. فهمت أخي؟ فالعلماء ما يفسروا حسب هواهم. لا يقول السبب كذا وكذا. فهمت؟ أنا اللي عرفت العلماء أباحوا شرطين طلب العلم حالتين نعم. طلب العلم ومن بعد ترجع لبلادك صحيح ولا نصر الدعوة صحيح ولا شيء مسألة صحية اللي ما تقدرش صحيح طلب العيش كذلك للضرورة طلب العيش أول مرة يا شيخ فوزان المشدة الشيخ فوزان ذكر هذا إن شاء الله عزك خويا كسمك الله حيا الله خويا فارس ما شاء الله حبيبي كدير السلام عليكم هني لبس كسمك الله خويا حامي خوك شمسي السلام عليكم كيف الحقيين بخير هذه بارك الله فيك العزيز هذه شيخ فوزان ذكر شيخ بن باز للضرورة لكن حتى الإنسان لابد يكون عنده نية يرجع بلده. طيب يكون عنده إلا إذا كنت قائم بدعوة أو عندك أهل هنا. هذا الناس أنا أعرفهم عنده أهل هنا. أنا أعرف شخص إريتري رجل كبير فقلت له أخي ليش لا ترجع البلد؟ قال لي يا ابن شمسي أنا ما عندي أي أحد في بلدي ما عندي أنا أهلي كلهم هنا كيف أنا رجل كبير أذهب إلى هناك؟ صحيح مسكين فبعض الناس ربما لا يذهب لان عنده ضروره فهمت فلكن احنا نسال الله ان يصلح بلداننا ان شاء الله وان شاء الله كما اقول لكم وان يخرجنا منها سالمين غانمين ان شاء الله. لكن انا نصيحتي للاخوه المسلمين العرب او غير العرب عند العرب الان يتكلم باللغه العربيه اذا اتيت الى بلد الكفر تعلم اللغه واستغل وجودك للدعوه تبرر بارك الله فيك اذا ما تتقى الله سبحانه وتعالى راني درت حاجه والله يقبل فهمت شكرا الله عزك فارس اي حبيب خويا تهلا بارك الله فيكم السلام عليكم حبيبي من مكه انا والاستاذ مكه ايوه الله اكبر انا كنت في مكه يا شيخ كيف الحال طيبين كيفكم السلام عليكم انا نسلم على الحاجه عندي مده ما رايتها السلام عليكم الحمد لله بارك الله فيك شيخ شمس انا كنت 12 اوائل اخو صديقي يريد ان يقرأك السلام عبد الرحمن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خويا كيف الحال كيف امورك حبيبي بارك الله فيك من اكثر الناس محبه لك من السعوديه بارك الله فيك نعم اي السيف لا حول ولا قوه الا بالله الله يرضى عليك ربنا فيك يا حبيبي بارك الله فيك حبيبي شوف سمك الله حبيبي حسين ما شاء الله ساري ما شاء الله حياكم الله حبيبي بارك الله فيكم شرف لي بارك الله فيكم اخوه ليتس جو حبيبي ماشي انا حياكم الله عندك ما شاء الله خلاص حياكم